وظلم ذوي القربى أشد مضادة على النفس من وقع الحسام المهندي. بيت شعر شهير لطرفة بن العبد يجسد الواقع الأليم الموجع الذي يعيشه العالم العربي والشعب الفلسطيني حاليا. انظروا إلى الغرب، انظروا إلى هذا المزيك، هذه اللوحة البانورامية الجميلة من التظاهرات في جامعات أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وحتى ألمانيا، ووصلنا حتى أستراليا، والعالم العربي نائم. ويا ريت نايم، يا ريت نايم، يكفينا خيره وشره، بل متآمر بعضه لقاءات ودية سرية وعلنية، تنسيقات أمنية من أجل بناء مكان للذين سيتم طردهم من أرضهم في سيناء، من أجل قبض الأموال ورضا السيد الأكبر عليهم. ليتهم كانوا نائمين. نحن وكل الأمة العربية والشرفاء منها ضد هذا الخذلان الذي اعتدنا عليه منذ سنوات طوال. حتى الأمم المتحدة يا جماعة، حتى الأمم المتحدة وقفت موقفا مشرفا. منظمات حقوق الإنسان، منظمة الصحة العالمية، منظمة الأونروا وغيره، ولأول مرة في تاريخ إنشائهم، تاريخ إنشاء الأمم المتحدة، حتى اليوم هذا الموقف المشرف تجاه القضية الفلسطينية. ونحن ومن ضيع فلسطين هم العرب. من أول يوم من عام 48 اللي ضيع فلسطين هم العرب. ضحكوا علينا بالتاريخ وأعطونا دروس مشوهة ومزورة وأخفوا عنا الحقائق. الآن ما عاد في حقائق خفية، لكن الأمة نائمة كأنها ماخذ فاليوم، مهدئ مسكن، أو ماخذ مخدرات أو محششين، فلا فائدة ترجى منهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نتمنى أن هذا النموذج الغربي في التظاهرات في الجامعات يكون زي الفيروس، زي كورونا، سريع الانتشار، ينتقل إلى الآخرين بسرعة ويصل إلى عالمنا العربي، ويحفظ ما بقي من كرامة أمتنا ودولنا وشعوبنا. عاشت دائما فلسطين حرة عربية أبية، والرحمة لشهدائنا الأبرار.